بس. السلام عليكم سعادة اللواء. وعليكم سعادة البركات. النهارده ايه الاخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي اللواء الدكتور عادل عفيف رئيس حزب الاصاله. اللي حصل ده جريمه ارهاب دوله، جريمه ترتكبها دوله اسرائيل، ودي مش اول مره. كم من الجرائم ارتكبتها في عهد النظام حسني مبارك، لكن حسني مبارك كان بيطنش، كان بيفوت، كان بيجامل اليهود على حساب المصريين، فده اللي جرى الاسرائيليين ان هم يرتكبوا هذه الجريمه. لابد من التحقيق، ولابد من محاسبه المسؤولين، ولابد من الاعتذار، ولابد من التعويض، ولان يتم ذلك لابد من طرد سفير الاسرائيلي. دم المصريين ليس اقل من دم جلعاد شليط، والجندي المصري ليس اقل من جلعاد شليط. في بعض الشباب بيقولوا بنعد المليونيه لطرد السفير، هل ده فعلا اعداد المليونيه؟ لا انا لسه ما سمعتش. لسه. بس مطلب طرد السفير ده مطلب عادل ومشروع. هل سيتم استمرار الاعتصام ام وقف احتجاجيه؟ لا احنا حتى الان واقف احتجاجية، وانا اعتقد ان الحكومة هتتخذ مواقف قانونية على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي ومع مستوى العلاقات الثنائية مع اسرائيل. فدعنا ننتظر ماذا تسفر عنه هذه الاجراءات. فلكل مقام المقول ولكل حدث حديث. رحم الله شهداء مصر وانتقم من الذين ارتكبوا هذه الجرائم، وصدق الله العظيم حيث قال: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. طيب وايه رايك في اللي بيحصل النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اعتقد ان هو رد فعل شعبي بسيط. انا اتمنى ان تخرج ملايين الشعب المصري. سفك دماء الجنود المصريين، الحروب المصريه لن يقبل ولن نقبل ابدا باي صوره. نظام حسني مبارك ان احنا نحتاج لن نقبله ابدا. لابد يكون في رد فعل قوي ليس اقل من طرد السفير وسحب السفير المصري هناك، لان احنا لن نقبل اهانه، ولن نقبل اسلوب الهيمنه والغطرسه الاسرائيليه، ولن نقبل ان احنا نسفك دماءنا بهذه البساطه. حق الشهداء لازم ناخذه بكل الطرق الدبلوماسيه والسياسيه. ان لم تفعل فاعتقد ان احنا قادرين احنا ناخذ طرق اخرى. في حال تجاهل الحكومه او المجلس العسكري لهذه المطالب سوف تفعلون ماذا؟ اعتقد ان ليس علينا وحدنا، على القوى الاسلاميه ان تتحد في مليونيه سلميه حضاريه تعبر عن حق الشعب المصري في الوقوف امام الغطرسه الصهيونيه، سواء الحدود المصريه او ممارساتهم مع اخواننا في غزه. يعني انا طالب القوى الاسلاميه اولا ان تتحد بموقف قوي واحد، وتعلن عن مليونيه في الجمعه القادمه للرد على الغطرسه الصهيونيه، ولتجمع مع كل القوى السياسيه في مصر، سواء القوى الوطنيه او كل القوى ايا كانت، لان القضيه قضيه واحده، قضيه مصر وقضية العدو الصهيوني. في حالة تصعيد الدولة الصهيونية، في حالة تصعيدها على الكامة المصرية، ماذا سوف يكون رد الفعل المصري؟ أعتقد أي حالة تصعيد إسرائيل تعلم أنها حالة استفزاز الشعب المصري، وأعتقد أن آلاف من هؤلاء الشباب سوف يسافرون إلى رفح، وأعتقد أن سوف تكون أحداث إسرائيل تعلم أنها لن تتحملها. هل ممكن اسرائيل تساوي ليها نفسها الوضع الامني المصري والتفكك في دول بعض الدول والثورات في بعض الدول، وتستغل هذا الموقف لدخول عمل عدائي ضد مصر؟ ده اللي بتحاول تعمله، لكنها بتلعب العمليه والمخطط ده بقدر منظم. يعني اعتقد لو وجدت رد فعل قوي هتتراجع بسرعه، لكن هي بتقيس مدى رد الفعل الامني. علي مؤسن من مصاب ثوره 28 يناير، واحنا بنقول للشعب المصري كله احنا كلنا يد واحده، واي مصري في مصر هو دمه غالي على كل المصريين. مفيش حاجه اسمها سلفيين ولا غير سلفيين، كلنا مصريين وكلنا موحدين بالله، وكلنا بنحب البلد دي، وكلنا بندافع عنها بكل ما نملك. نرجو من الله عز وجل ان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين وان يجعل المصريين كلهم على قلب رجل واحد، وان يجعلهم متحدين دائما في الخير ان شاء الله.